كم مرة استحلينا ناكل شي طيب وعتلنا هم الكالوريز؟ وأنا واحدة منهم. بالحلقة الصحية لهيدا الأسبوع الشيف جوزيف رح يعلمنا أطباق شهية أقل من 400 كالوري. خبريه الحلوه يا شيف. اي خبريه؟ 400 كالوري بس صارت حياتي سهله. لا هلا مش سهله، بس في عندك دايت اول بنطلب منك كالوري تحت ال 200 كالوري بالوجبه. سو نحن هلا عم نعمل 400، باقي الحلقه الثانيه بنعملها يعني 200. اوكي، مش اجباري بس للاشخاص الناصحين اما اللي عم بيجربوا يخسوا وزن، او قد يكون في ناس عندهم هدف مثلا بالرياضه، عم بيعملوا رياضه بيضطروا ياكلوا وجبات معدله معين لينزل وزنهم بطريقه معينه، مشان مسابقه معينه بيطلبها منهم. فستان معين مثلا، هيدي بالصيف فستان بحر كذا، ما بعرف. اوكي، حنعمل هلا وجبات. بتعرفي شيء يا سيد انت سامع فيه هناك؟ طبعا. ايه، واكيد صار عندك منه بالبيت. اوه، انواعه اشكاله. فشي يا سيد حنعمل هلا مثل ميوزلي. ايه، بس ما حنستعمل الشوفان، حنستعمل الشيا سيدز. اوكي، اول شيء حناخذ الميوزلي الشيا سيدز. شيا سيدز له فوائد عديده، يعتبر ثوره بالغذاء، السوبر فود، الغذاء الكثير صحي، من اهم الاغذيه الصحيه على الاطلاق يعني. من الاهم الاغذيه الموجوده. هلا حنعب بحليب لايت. من فوائده انه بحارب كثير من الاورام السرطانيه، بيعدل ضغط الدم، صحه القلب، السكري، كمان كثير منيح للناس اللي بدهم يعملوا دايت لانه واطي بالكالوريز 100%. بروتين عالي بالالياف والاوميجا. بروتين وكالسيوم هو بالاجمال. مظبوط. فاكيد هودي اكثر شيء اكتشفوا بمناطق جنوب امريكا. اللي كانوا يعمروا اهرام، بتعرفي مناطق شعب المايا، المايا بيعمروا اهرامات بالحجر، كانوا يستعملوهم مشان يعطيهم طاقه كل النهار. فاثبت انه بيعطي طاقه كثير قويه. حنحط مكسرات مشكله، لوز، كاجو، فستق حلبي، كله ني. حنحطهم على السخن شوي. والشيا سيدز كتير منيح مش بس للناس اللي بدها تعمل دايت او للصغار للاطفال، كمان للناس الكبار بالعمر. لانه بتعرف الستات بيصير عندهم ترقرق بالعظم، ممكن بيصير كمان للرجال عندهم ضغط، سكري، كوليسترول، فهيدا بيساعد الجسم بتنظيم 100%. لانه حتى كمان بخليك تحس بشبع اصلا. اذا بدك تشوفي شو بيعمل مزبوط الشيا سيد، فيك تحطيه بمي تتركيه ساعتين ثلاثه، بخليه صار مثل الجيلاتين. فهيدا هو لما يفوت على معدتنا، هذا الايفكت اللي بصير. هالالياف تبعه بتصير جيلاتين، فبتخلينا نحس بشبع اول شيء لمده طويله. طويله كثير منيح. ثاني شيء ما ننسى انه هو بروتين وكالسيوم. البروتين بده كالوريز منيح ليحرق الكالوريز اللي بياخذهم. مظبوط. فلذلك بيساعدنا انه كمان نخسر يعني وزن. بالنهايه هالمعلومات نحن جايبينها من ارتكلز موجوده على الانترنت، اي شخص في موثقين طبعا، اي شخص في يعمل ريسيرش يشوف قد ايه فوائد الشيا سيدز.